مساء الخير عليكم مشاهدينا، برحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوالف أمل. معي أنا أمل قطامي، اليوم حلقة جديدة وصراحة أنا متحمسة كتير عشان أسمع أصواتكم بكل مكان عم بتشوفوني فيه، وغير هيك أقرأ تعليقاتكم اللي رح تكتبوا لي إياها على صفحتنا على السوشيال ميديا. أول إشي رنوا علينا على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة 00974-7704-4966-9-0-0-7-5-1-1-7-1-5-6-1-3. وغير هيك كمان ادخلوا على صفحتي على الانستغرام امل اندرسكور MORAD امل اندرسكور مراد، اكتبوا لي تعليقاتكم الجميلة عشان اقرأها انا على الهواء مباشرة. طيب سؤال حلقتنا اليوم بيحكي شو حلمك؟ رح طلعوا هلأ المخرج على على الشاشة، شو حلمك حققته ولا لا؟ صراحة حابة كتير أسمع إنه البنات الشباب، إحنا بعمر الشباب كل حدا بيكون إله حلم وطموح حققه. ممكن إذا أنت عمرك كبير بالعمر أو أنت كبيرة بالعمر أكيد في أحلام حققتيها وفي أحلام ما قدرت تحققيها بعمر الشباب وفي أحلام قيد التحقيق. وغير هيك كمان إذا كنت أنت بعمر الشباب فأكيد في أحلام لسه على قارعة الانتظار تستنى منك خطوة واحدة. فحاب أعرف منكم وكل تعليقاتكم، طبعا أنا نزلته قبل 10 دقائق صار واصل تقريبا فوق ال، خلينا نشوف عشان ما احكي الا واكون متأكدة من الرقم، نزلته انا قبل الحلقة ب10 دقائق تقريبا وصار تقريبا في فوق 100 كومنت جاييني وكلياتهم احلام تحققت، احلام عم تتحقق واحلام لسه واحلام ما قدرتوا انكم تحققوها سواء بالطفولة او زي ما حكيت لكم قبل شوي. وغير هيك كمان حكيت لكم بدي ترنوا علينا ونسمع صوتكم على الارقام الظاهرة أسفل الشاشة، رح أكون جدا سعيدة لما أسمع أصواتكم. أول إشي بدنا نروح فاصل صغير ونرجع لكم لنكمل بموضوع حلقتنا، خليكم معنا. رجعنا لكم وزي ما سمعتوا شو اللي تغير وشو اللي صار، يعني يا رب انه انا دائما بحكي لما نكون قاعدين ونسمع انه والله عن جد هذا الزمن غير عن الزمن اللي قبل، غير عن ايامنا زمان. مني وعلي دائما بقول كلمه واحده انه لسه في الدنيا خير، لسه في ناس بتطمح وبتعمل انها تساعد غيرها توقف مع غيرها، ولسه يعني لسه في بالدنيا خير. خلينا متفائلين لاخر لحظه يا جماعه ونشوف كل إشي حلو بالدنيا ونتغاضى عن الاشياء السلبيه. ممكن في اشياء الواحد ما بزبط انه يتغاضى عنها وانا معكم بهذا الاشي، بس انه بدنا هي حياة بالاخير لازم او احنا لازم عن جد انه نعديها ونمشي فيها وما نوقف على كل الاشياء اللي رح تواجهنا بحياتنا، عشان اذا احنا هيك وقفنا ما رح نقدر نستمر. طيب بدنا نشوف شو وصلنا تعليقات على صفحة السوشيال ميديا. غفران بتقول صار حلم انه نعيش بسلام للأسف، يعني الله يديم الامن والامان. طبعا برجع وبحكيها، يعني صار لي تقريبا اكثر من حلقة ببداية الحلقة دائما بحكي نفس الكلمة نفس الجملة، يا رب انك تحفظ اهل العراق وديم عليهم الامن والامن والسلام والفرح يكون بكل بيت عراقي يدخلوا عن قريب يا ربي ويحقق لكم كل مطالبكم واحلامكم اللي بتحلموا فيها. طيب مين كمان عندنا؟ هبه بتقول كان حلمي اني ادرس طب وهلا انا عم بدرس صيدله والحمد لله على كل حال، حلو كثير التخصصين ويا رب يعني هم قريبين من بعض. محمد بيقول وحبيت اوضح شيء عن الحلم، عفوا أتمنى أوصله دائما ما يتحقق لي، ما بعرف شو ربنا مخبيلي، لكن إنسان دائما يحمد الله ويكون حاسس إني إنسان سلبي أنا وفاشل بهاي الحياة، مجرد كلمة واحدة تحبط لي كل معنوياتي. يعني هدول الناس اللي إحنا بنشوفهم أكيد يعني بيكونوا دائما بتأثروا بأي كلمة بيسمعوها من الناس، بس تذكر إنه الناس رح تحكي سواء أنت عملت الإشي اللي بدهم إياه واللي برضيهم أو ما عملت الإشي اللي بدهم إياه وبرضيهم برضو رح يحكوا. يعني إذا عملت اللي بدهم إياه بيقولوا ما عنده شخصية، وإذا ما عملت اللي بدهم إياه بيقولوا حدا عنيد او تنح او بيقولوا راسه كبير او ما باخذ بالنصيحه او رح يندم. فدائما انت خليك كون عارف انك انت ما تسمع لغيرك واسمع لصوت الخفي اللي بيكون موجود جواك. ساهو بتقول مساء الخير انا كريمه بهلول، حلمي اني اصير طبيبه بالمستقبل، ادعوا لي يا رب اتوفق. بدي توجهي لي تحيه، بحبك كثير يا امل، انا من الجزائر وانا كمان بحبك كثير، شكرا يا اهل بهلول كلهم. اسمها رندا، حلمي اني اقابلك وللاسف لسه ما ان شاء الله يا رب تقابلوني اهل مصر، يعني حبكم بقلبي ما حد بيقدر يوصفه، فعن جد بتمنى اني انا اروح مصر. مين كمان عندنا؟ قروس بتقول سلام لك امال وكادة قناة سامراء وبرنامجك الرائع اللي بيدعم المواهب الصغيرة، وكمان الحلم اللي كان ببال اختي انها تصير مدبلجة كرتون للاطفال، بس هلا ما عم تحقق الحلم تبعها، بس هي دائما بتفكر حلمها هذا، وكل شخص بباله حلم لازم يصير على تحقيقه. اختي سارة وانا اختها مها، نبعث لك سلامنا ونعبر عن محبتنا لهدوءك وطفل
لطفك عفوا وتعاملك مع محبيك، والله يحفظك. شكرا يا مها ويا سلا يا ساره ويا مها، وانا كمان بوجه لكم تحيه كثير كبيره. عبد الصمد من المغرب، مرحبا، كيف حالك امل؟ هم كثير احلام ما في شيء محدد فعلا. انا كمان هيك لما يسالوني شو حلمك، ما عندي يعني اكيد في حلم وببالي ونفسي احققه، ما بحب اني احكي يعني ده للناس. طيب مين كمان عندنا؟ كوين بتقول حلمي اني انجز شيء بحياتي. على فكره بدي احكي على هذا الموضوع، انه انتم بتفكروا انه لما احنا نصحى نقوم ناكل نصلي نقعد مع اهلنا نطلع نيجي نفرح حالنا نفرح الناس بالطلعات بالروحات نرفه عن نفسنا، انه هذا ما مو انجاز، لان بلا هذا انجاز. يعني احنا بكل شيء بنعمله في حياتنا اعتبروه انجاز، حتى لو انت مش قادر تشتغلي، مو قادر تشتغل، عندك اعاقه في جسمك، عندك شيء مخليك ضعيف جسديا، ما بتقدر تعمل شيء معين او تحقق حلمك، بس تذكر دائما بالايجابيات. ممكن انت من خلال تفكيرك وتغييرك لشخصيتك لنمط تفكيرك لنمط حياتك انت هذا تعتبر انجاز، تخلصك من عاداتك السيئه بتكون هذا الانجاز عظيم كمان. مين كمان عندنا؟ زوزو بتقول كان حلمي اني اكون طبيبه في العيون لسه ما حققته، وحلم الثاني اني اروح الى اليمن وتركيا، والحلم الثالث انه التقي فيكي، واذا ما التقيت في الدنيا ان شاء الله التقي فيكي بالجنه يا رب، وانت الله يحقق لك كل احلامك، محبتك زوزو. شكرا يا زوزو، انا كمان يا رب بتمنى لكم كلكم انها تحقق احلامكم. سجاد بقول كيفك امل ممكن تحكي اسم؟ اوكي سؤال غريب. اوكي صهيب بيقول انا محمد صهيب من الجزائر، طبعا حلمي هو تنقل من بلد لاخر، وكمان حلمي انه التقي معك، وبتمنى انه هالشيء يتحقق لك. اكبر تحيه يا امل، وانا كمان بوجه لك تحيه كثير كبيره. مين كمان عندنا تعليقاتكم؟ ياسمين بتقول السلام عليكم امولتي، كثير اشتقت لك، والبرنامج كانت حلقات ما شفت لانه كان النت ضعيف، كان حلمي اني انشد واغني لانه عشقي بحبه كثير، بس للاسف ما كانت الفرصة، وحبي كذلك للإعلام وأني أدخل هيك أشياء خلاني أعشق الإعلام وأشاهد برامجه كتير، لسه ما حققت ولا إشي، بس أتمنى حلمي وأدرس الإعلام وأنشد للأطفال. إذا هاي الفرصة بطبع عوادكم أوكي، الكومنت كتير طويل، بس إنه حلمها إنها تدرس إعلام يعني، وهذا الحلم كتير بشوفه صراحة عنا بالمجتمع العربي، بس إنه أغلب البنات ما بيقدروا إنهم يحققوا، بس مش مشكلة يا ياسمين، تقدر إنك تخديك هواية. فاطمة أهلا أمولي، حلمي أصير أستاذة إنجليزي، وجه لي تحية. فاطمة من الجزائر، وأنا كمان بوجه لك يا فاطمة، إن شاء الله بتصيري أكبر أستاذة إنجليزي بالدنيا. حلمي أصير أستاذة وباقي عام وحقق هالشي، وكمان حلمي إنه أحفظ كتاب الله كاملا، بس لسه باقي لي كتير، أطلع أنا وبابا وماما على الحج وأكون قدوة حسن للناس ومثال يحتذى به. صراحة هذا هلأ بيفوز بأفضل كومنت بالنسبة لي، لأنه حلمها فعلا حلم منطقي، حلم كلنا نتمنى. بتول بتقول بدرس إنجليزي وحلمي أصير مترجمة كبيرة وأبدع بالتخصص إن شاء الله. يا رب يا بتول نشوفك أحلى مترجمة. شيماء بتقول حلمي أنجح بالتاسع، ادعي لي يا رب الله ينجحك. غفران كان حلمي أني أصير صيدلانية بس ما صرت، هذا حلمي الأول، والثاني حلمي أشوفك أمولة وإن شاء الله يتحقق. غفران من ديالة، شكرا يا غفران، ويا رب الله يحقق أحلامكم كلياتكم اللي عم تكتبوا. ميادة أبشر من السودان، أحلامي كثير، وأولها أني أدخل مختبرات طبية، الحمد لله حققته، والثاني أسافر السعودية وتركيا. يا رب إنكم كلكم كمان تسافروا. مين كمان؟ حلمي الطب لم أحققه بعد من نور، وخوخة حلمي أخذ شهادة البكالوريوس دائرة أعمال وبعدني ما حققته، يا رب بيتحقق إن شاء الله، يا رب بيتحقق ونشوفك أعلى أو أكبر إدارة مديرة أعمال بالدنيا. خالدة السلام عليكم، أنا خالدة من الجزائر وعائشة بنت خالي، نحبك، وحلمي أزور السعودية أشوف فيها أحبابي والأردن والكويت، لأنكم أنتم موجودين بهاي الدول، أحبكم كتير، حلمي هو أنتم حبايبي، وجهي لتحية. وأنا كمان بوجهلك تحية عفوا كتير كبيرة يا خالدة، أنت وعائشة بنت خالك. طيب نروح مع بعض فاصل صغير ونرجع لكم، ابقوا معنا. يا رب الله يعطي كل إنسان بالدنيا بيحلم أحلامه وتكون على طبق من ذهب يا رب. طيب مين كمان؟ نور بتقول أنتي روحي، شكرا يا نور. صباهي بتقول أنا أحلامي أني أكون دكتورة بس هلأ عم بدرس إن شاء الله، بحبك أمول. طبعا أغلب اللي بيكونوا على مقاعد الدراسة أنا شايفة أحلامهم يصيروا دكاترة، بعدين بخلصوا توجيه بقولوا بدي أسهل إشي، أعطوني أي أسهل تخصص بس أني ما أدرس. مين كمان؟ غفران كان حلمي أصير صيدلانية بس أنا هلأ
حلمي الأول والثاني إني أشوفك أمولة وإن شاء الله يتحقق إن شاء الله يا غفران. روريتا بتقول أكمل دراسة ولا لسه ما تحقق إن شاء الله يا ربي بتكملوا كلياتكم تعليمكم لآخر رواق. ميمي بتقول أولا أمل أنا أحبك كتير أحبك موت، ثانيا حلمي أكون أستاذة باللغة العربية وأتمنى يجي يوم ويتحقق هذا حلم، ثقتي بالله كبيرة ورح يجي يوم، وكمان بعض من أحلامي أشو إني أشوفك وأحكي معك لأنه بحبك بجد من وأنا صغيرة، أهل موريتانيا بحبوك وأنا كمان بحبكم يا أهل موريتانيا. فاتي بتقول حلمي أصبح منشدة كبيرة، كنت بتمنى أكون مثلك أنت وكل البنات ولسه بقاتل حتى يتحقق حلمي، يا رب توصلي على حلمك بكل سهولة ويسر. بس صدقيني يعني إحنا بنطلع بتشوفونا مبسوطين مرتاحين على الشاشة بنضحك، بس كمان إحنا عنا أحلام ما قدرنا نحققها، في ناس إحنا بنتمنى إنه نكون مكانهم، في ناس إحنا بنتمنى نكون بتخصصاتهم بطفولتهم، أكيد يعني مو كل حدا ممكن يكون قدامك يكون هو عاش حياة حلوة وتتمني إنه تصيري مثله وتقاتلي عشان هذا الإشي، بالعكس يعني أنت ممكن تتميز عن إشي إحنا ما عشنا. مين كمان عنا؟ محمد، أنا محمد بتابعكم على طول وبدي أقول إشي أقولك إشي، الجزائر عم بتمر بأيام صعبة مثل العراق، ادعولنا محمد من أولاد جلال، أولاد جلال مدينة أولاد جلال، يعني بحبكم كلكم يا أهل هاي المدينة الغالية على قلبي اللي دائما تحليقاتكم تسعدني، هذا أول إشي طبعا على الإنستغرام. أهل العراق أهل الجزائر أهل مصر أهل السعودية يعني كلياتكم وأهل فلسطين وأهل الأردن يعني لكم محبة عن جد كتار كتار، والمغرب موريتانيا السودان كلكم غالين على قلبي، هلا إذا بزعلوا علينا باقي البلدان بس أكيد كلكم عارفين أنا قدي بحبكم. وكردستان كمان في كتير أحلام منهم أني أكمل دراستي وبحبك أمل، أنا من كردستان وأنا كمان بحبك، شكرا. مين كمان؟ هبة الله، أكيد لكل شخص حلم وبيضل يسعى وراء تحقيقه، وكان من ضمن أحلامي أنه أصير مهندسة ولكن الحمد لله أتحول المجال، بس كله خير، الإنسان اللي بيتخيل أنه حلمه إذا ما تحقق بينتهي العالم، بالعكس الحلم اللي ما بتحقق فيه أحلام تانية تقدر نحققها مع الوقت اجتهاد والجد. شكرا أمل على برنامجك الأكثر من رائع. وإحنا كمان وأنا كمان على فكرة بوجه لكم تحية وبدي أحكي لكم عن جد حكيتي إيش كتير حلو، مش إذا ما حققتي حلم أو ما وصلتي لهدف أو كذا يعني خلاص انتهى العالم، بالعكس وين ما طلعتي رح تلاقي فيه حلم، في لك حلم بموضوع المدرسة خلصتي مدرسة، في لك حلم بموضوع ثانوية خلصتي ثانوية بمعدل وصلتي لحلمك، ما وصلتي بتلاقي عندك شو اسمه تلاقي عندك حلم جديد، دخلتي جامعة احنا بندخل جامعة يعني بصير عندنا حلم جديد، خلص جامعة بصير عندنا حلم بالوظيفة ندخل وظيفة مرتبة، بعد الوظيفة بصير عند الوحدة او الانسان بشكل عام انه حلم انه يفتح بيت تفتح بيت تجيب اولاد، الاحلام ما بتنتهي عاد ما هي صغيرة عاد ما هي كبيرة عاد ما هي بتأثر بانفسنا، فما تتوقع بيوم انه ينتهي العالم عند اي حلم تتمنيه. فعشان هيك انا من الناس اللي مريحة حالي حاط لحالي 100 حلم، يعني كنت وأنا صغيرة أحكي بدي وبدي وبدي، خلصت البدي وبدي وبدي، كنت أيامها 9 8 10 صار في بديات جداد، يعني صار في عندي أحلام جديدة حققتها بالتوجيه الحمد لله، ما حققتها بسهولة عشان الناس اللي دائما تكتب لي إنه أنتوا بتوصلوا بسرعة أنا ما وصلت أو كذا، ما تفكروا إنه أنا وصلت بسرعة، يعني أنا زيكم تعبت، ويعني زي ما تقولوا عن جد تعبت، يعني خلينا نأخذ المعنى هذا بس. فبحكي لكم بعدين لما خلصت توجيهي وكمان دخل جامعة هلأ في أحلام إشي عم نحققه إشي لسه ما حققناه إشي عم ما بنقدر نحققه لساتنا يعني، بس بالمحاولة أكيد كلياتنا رح نوصل. ميادة أبشر من السودان، أحلامك كتيرة وإني أدخل المختبرات يا رب إنه توصل إلى أحلامك يا ميادة. عنا محمد بيقول أهلا وسهلا بكم، حلمي كنت حابب أصير لاعب كرة قدم، طبعا كل الشباب وهم صغار كانوا نفسهم يصيروا يا طيار يا لاعب كرة قدم، والبنات يا معلمة يا دكتورة، لا الدكتورة شغلة الطب بنات وولاد، بس البنت يا معلمة يا ديزاين وأزياء، ما في بنت بالحياة، يمكن أنا بس جديد صرت أحكي إنه ليش أنا مدرسة تصميم وأزياء وهاي الأشياء الأزياء، أما البنات فدائما هم صغار بيقولوا أنا بدي أدرس تصميم داخلي أو تصميم أزياء أو معلمة، والشباب يعني الأولاد الصغار طيار ولاعب كرة قدم. أنا دائما كنت أحكي وأنا صغيرة إني بدي أصير مرة دكتورة مرة مهندسة، صرت أحكي مرة مضيف الطيران كنت كتير أتمنى إني أصير مضيف الطيران مش عارفة ليه يعني. المهم
بهيلة بتقول أو آية عفوا، كان حلمي أني أصبح طبيبة لكن قدر الله وما شاء فعل. أنا أصبحت أستاذة علوم طبيعية في الثانوية وسأتخرج على يد الأطباء وسيتخرج على يد الأطباء إن شاء الله، لكن حلمي الحالي هو أن أصبح دكتورة في الجامعة. الله، كتير حلو كلامك أنه هي كانت نفسها أنها تدرس طبيبة بس هي درست هلأ هي علوم، يعني بتدرس علوم بالجامعة قربت تتخرج وهمة الأطباء اللي رح يتخرجوا من تحت إيديها. مودي بتقول حلمي أني أصير دكتورة جراحة بس تزوجت للأسف بسبب العادات والتقاليد تبعتنا. شوف يا مودي، هلأ إحنا أكيد كل الاحترام للعادات والتقاليد، بكل بلد في أعراف وعادات وتقاليد يعني بيعملوها كأنها معاملة الدين، بس إنه أحكي لك دائما حاولي بالمحاولة بتقدر توصلي للي بدك إياه مع أهلك مع أخوانك مع أبوك مع زوجك. بس يعني بصراحة موضوع العادات والتقاليد هلا انا عم بشوفه كثير اخف من زمان، يعني صار البنت تتعلم، صارت تدرس، صارت تثقف، صاروا بالعكس الاباء والزلام يعني يشجعونا نتعلم، مش ما يشجعونا انه يلا خلص انت نهايتك مطبخ وبيت. مين كمان؟ ليلى عفوا بتقول حلمي اصير دكتوره عيون ما حققت بس ان شاء الله رح يتحقق، وكمان نفسي افتح صالون كوافير. نسيت احكي لكم كمان البنات بيحلموا يكونوا هم صغار انهم تعون صالون، العابنا واحنا صغار كانت دائما هيك. وتحيه كثير كبيره لإلك يا قلبي اسراء بنت السودان، يا اهلا وسهلا بكل اهلنا بالسودان. جوجو جودي بنات العراق بحبهم كثير، لولو الكثيري وانا كمان بحبكم يا بنات الكثيري. ياسين بتقول اتمنى حلمي يتحقق وادرس الاعلام بالاردن لانه هالمكان بحبه كثير، واحنا وجامعاتنا وكلياتنا بنستقبلك بكل حب يا ياسين. خوله السلام عليكم، انا خوله من الجزائر بحبك، الحلم اللي بسعى له انه اصبح معلمه أدب عربي. صراحة انصدمت إنه أغلب البنات عم يكتبوا لي بالكومنتات إنه نفسهم يصيروا معلمة أو أستاذة، يعني هذا الإشي كتير حلو. طيب بتقول لي إني بحب كتير هاي المهنة وأتعلم الدين والأخلاق والمسؤولية والمبادئ والثقافة. الله عليكي. مين كمان؟ السلام عليكم أمولي، أنا بنين من العراق وحلمي إني أكون دكتورة نسائية ولسه ما تحقق وإن شاء الله يا رب إني أقدر أحققه. مين كمان؟ طبعا فيهم كومنت كثير بس لأنه كثير أنا حابة أعرف شو خلاصته. حلمي أدرس طب بشري عيون من صغري، جبت بالتوجيه معدل 87.6، ما طلع لي طلع لي تحليل طبية بجامعة البلقة التطبيقية، طبعا التحليل وقف على معدل 87.6 يعني على معدلي، ما قعدت وصلت ورجعت عدت كمان مادة التوجيه لأرفع معدلي لأحول طب، رفعت لل 93.1 وبرضه ما طلع لي، حكوا لي انه بيطلع لي مختبرات طبيه بالاردنيه، حكيت مع كثير ناس. برضه عدت ماده مره ثالثه مع جيل 2001 يعني هي جيل 99 وعدت ثلاث مرات توجيهي لاوصل طموحي، رفعت ل 94.8 والمعدلات كانت نار فما طلع لي للاسف. بالاخير تاكدت تماما انه ربنا اشعر بدني وعن جد ربنا اختار لي الافضل، انه ربنا شايفني بالمكان هذا المختبرات لانه معدل التخصص بالجامعتين وقف على معدلي الله ورح ابدع فيه باذن الله. والحمد لله مره حبيته جدا رضيت فيه وبلشت افكر بمستقبلي وكل شيء من ربنا يا محلاه والحمد لله. ما احلاكي وما احلى تعليقك يا الاء، لانه عن جد يعني مرات بتصير معنا اشياء وصارت معي موقف هذيك المره يعني حتى تذكرته قلت راح احكي على الهواء. كنا بدنا نروح على مكان يعني معين انا وصحباتي، اول مره التغت الطلعه، ثاني مرة عساسنا نروح، قبل ما نروحه ام صاحبتي بترن عليها بتقولها ما تروحوا عليه لانه احنا مضطرين انه عنا عرس فكذا روحوا على مكان اقرب عشان ضلوا مروحين على البيت. ثالث مرة جيت بدنا نروح عليه نسيت اغراضي ونسيت اشيائي بالبيت فما قدرنا نروح عليه. لما اجينا المرة الرابعة خلص بدنا احنا يعني رتبناها كمان مرة على هذا المكان المعين وبدنا نروح، انا قلت لهم انا ما بدي اروح، قلت لهم يعني بعثت مسج لصاحباتي تنتين قلت لهم انا هذا المكان ما بدي اروحه، لما بدي اروحه بروحه بوقت صدفة، اما انا ثلاث مرات اروحه وارجع اروح المرة الرابعة يعني كاني رايحة بايدي واجري على المكان اللي مش صح. فكان يومها عن جد حسيت انه لما ربنا يبعث لك رسائل ربانية مرة ومرتين ثلاث خلص انت لازم وقتها تدرك وتعرف انه ما لك نصيب. حلمي ترجعي يا امل ليافا لبلدك وما تحقق لسه ما احلاك، يعني ان شاء الله يا رب ويا رب كلياتكم اللي بده يصير دكتوره اللي بده يصير اداره اعمال اللي بده يصير رائده فضاء. حلمي انه اصير رائد فضاء لسه ما حققته بس حققت شيء منه انه تحصلت على شهاده في علوم الفيزياء، ما شاء الله عنكم واحلامكم بتجنن. بدنا نروح مع بعض فاصل صغيره نرجع للفقره اللي بعديها، خليكم معنا. رجعنا لكم حبايبي من بعد الفاصل ورجعنا معنا الجميلة ندى. أهلا يا ندى. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ الحمد لله منيحة. ندى دائما أول سؤال بطلب بطاقة تعريفية من الناس اللي بيجوا عندي، مع إن أنا طبعا عرفنا وتعرفنا بس قبل ما نحكي عن بطاقتك التعريفية بدنا نأخذ اتصال عن إذنك. أوكي تمام. مساء الخير.
أيوة مساء الأنوار، أنا ويسام. تمام الحمد لله، كيفك يا جود؟ الحمد لله، أنا دعمت الخلاصة. الله يسعدك يا رب. جود، حققتي أحلامك ولا لسه؟ أحلام كثيرة وأحلام يعني معينة. سؤال حلقتنا اليوم يا جود، سؤال حلقتنا اليوم. أعرف أعرف أعرف. آه أوكي بتعرفه. طيب في حلم حققتي؟ حلمي ايش هو؟ معلم. طيب احنا انا ما عم بسمع. طيب نعتذر منك يا جود، الاتصال مش واضح، مش مشكلة ارجع اتصلي معنا واكيد ان شاء الله رح نسمعك منيح. طيب رجعنا مع ندى. ندى كنت عم بحكي لك انه بدنا نسمع منك بطاقة تعرفية عن حالك. اسمي ندى عبد الله الكتوت، عمري 21 سنة، بدرس علم حاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية. موهبتي الرسم وشغلي الحالي اني برسم على ميداليات خشب. شغلك الحالي انك ترسمي؟ طبعا ندى بلشت هاي الموهبه من متى؟ هلا انا برسم بشكل عام يعني من لما كنت صغيره، كانت واحنا صغار كانت انه ماما ترسم لنا رسمات بسيطه واحنا نلونها، فانه صار عندي حب لهذا الاشي. بعدين انه بديت انه ايام المدرسه انه اتطور، يعني في معلمات دعموني جدا، يعني بصف ثاني كانت نصف ريال، وبصف ثالث مس مي، يعني هدول ما بنساهم جد لأنهم دعموني صح. بعدين إنه ضلتني مستمرة في هذا الإشي الحمد لله. يعني كبرتي وكبرت هاي الموهبة معك، فاستغلتيها إنك أنتي بترسمي على الخشب. هلا هو الفكرة، إحنا البنات تقريبا هذا الحكي يمكن من 2015-14 بلشنا نشوف هاي الأشياء بتطلع على الإنترنت، على الإنستغرام، على الفيسبوك، إنه صفحات بيعملوا لنا ميداليات وبكتبوا عليهم إشي. فشافت هاي الفكرة ندى وحبت إنها تعمل زيهم وفعلا أبدعت. ندى احكي لنا هذا الإشي، طبعا بما إنك أنتي طالبة جامعة يعني تقدري التسويق يكون عندك رهيب، فأول سؤال رح أسألك كيف الأرباح عندك بالجامعة؟ لا هو بصراحة يعني هو في مشكلة بالتسويق، يعني بوصل بس للي بمحيطي، عرفتي علي، مش إنه كتير منتشر الموضوع، فإنه منيح الحمد لله. الحمد لله. طيب يا ندى رح نكمل معك بس بدنا نروح مع بعض فاصل صغير، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا ورجعنا مع ندى. كنا عم نحكي معك ندى انه من انت صغيره كنت تحبي الرسم صح ولا لا، وبعدين كبرتي وكبرت هاي الموهبه معك. ندى بترسم على الميداليات الخشب. هلا المخرج او عفوا المصور بده يعمل لنا زوم عشان تشوفوا هاي الافكار اللي احنا كلنا اكيد بنحطها. انا ايش حاطه عندي على شنطتي؟ جابوا لي يا صحباتي، نسيتها. جابوا لي يا صحباتي بصف عاشر ولا اليوم، يعني ضليت محتفظه فيها. نسيت شو كانوا كاتبين لي، انه انا ايوه معك على المره قبل الحلوه. ف بجدد كل فتره عشان تعطي. لاحظت ما شاء الله. هاي هوم، هدول من ابداع ندى. ندى احكي لنا اول ما بلشتي اول عمل عملتيه، يعني اول ميداليه رسمتيها واخر ميداليه عملتيها، كيف الفرق بيكون بالخبره بال طبعا بشودة. هلا بالبدايه انه مثلا كنت اشوف شغلات جاهزه انه اخذ افكار من الناس. انا بديت من ثلاث سنين، يعني كانت اول الجامعه مصر. عملت ميداليه لصاحبتي وعملت عده ميداليات هيك كتجربه ونزلتهم وقتها على جروب، كان هو اول طلب الي، فانه كان استخدام طريقه استخدام الالوان الخلفيات غير، يعني مع الوقت بتطور الاشي، بتجرأ اني اعمل رسمه اصعب. صفحتك على الانستغرام عشان الناس يعملوا فولو صح؟ ادخلوا هي. ادخلوا على ندى، ندى الكتوت بالعربي اسمي. بالضبط، واعملوا لها فولو وشوفوا قديش الابداع اللي هي عملته. كمل. فانه صرت اتجرأ اكثر مع الوقت اني اعمل رسمات اصعب، اني اغير بالالوان درجات زي هيك، فانه اكيد فرق بين اول وحده اخر وحده كثير ما شاء الله. والادوات بتتطور برضه، يعني بجيب فراش ادق، شغلات مثل هيك. ما شاء الله عنك يا ندى. وكمان هي من رسماتك صح؟ هذا هلا في رسمه كانت. طيب مين اول داعم لك ندى؟ هلا امي طبعا، هي كانت لان هي ترسم ونلون. بتساعدك كمان صح اكيد يعني؟ هلا ولا لا؟ لا هلا ارسم لوحدي. لحالك؟ ندى طيب احكي لنا، بتسمعي كلام محبط؟ لا لانه انا الصراحه شغلي يعني بحب يكون متقن، يعني ما بتسمحي لا يعني ما بتسمحي او ما بتحطي حالك بمكان انك تسمعي انتقاد او كلمه معينه. لا. مين هو اللي حققتي؟ احنا اليوم سأل حلقتنا شو حلمك، حققته ولا لسه؟ فشو حلمك يا ندى؟ حلمي اني اصير محترفه بالرسم بشكل عام، يعني اني اجرب شغلات جديده كثير،
أني أطور حالي بتخصصي، يعني كتير شغلات هنا لسه على الطريق. الله يوفقك يا رب يا ندى، زميلة قلبا وقالبا ما شاء الله عنك. طيب يا ندى، كلمة أخيرة وكلمة شكر لمين بتوجهيها؟ هلا بالنصيحة للجمهور عن الرسم بشكل عام، أنه ما تحكي هذا الإشي صعب، أنت حاول، في شغلات أنه أنت نفسك ما بتكون عارف قدرتك فيها إلا لما تحاول وتجرب، فإنه الواحد يتجرأ يجرب شغلات جديدة. بس هلا بوجه شكر طبعا لإلك على المقابلة اللطيفة، الله يسعدك يا رب، ولكل اللي دعموني ولو بكلمة، وبشكر عبير برضو، عبير عبد الهادي إن جابتني هون. بس عبير اللي كل حلقة صارت من كادر البرنامج أكيد، وأنا كمان بشكرها وبحبها كثير هاي البنوتة. عبير صرتي طاقم منا يعني، خلص هلا لازم نشوفك كل خميس وسبت معنا. طيب إحنا بنشكرك كثير يا ندى، كان مقابل لطيفة جدا، وقت قضينا واستمتعنا فيه، وزي ما حكيت لكم ندى دائما خلي الواحد يكون إيش، يحاول ويسعى، وإذا أنت بدك إشي ضلك مجرب، جرب لتوصل له. شكرا لوجودك معنا يا ندى، نورتينا، ويا رب تكون بداية أسبوع سعيدة عليكم. شوفونا يوم الخميس في نفس الساعة ونفس التوقيت معي أنا أمل قطامي على سامراء. مني لكم ألف تحية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.